السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب في فيديو جديد من جي فور جي. النهاردة هنتكلم عن مطية بتتظبط لأول مرة، إزاي الطرق بتاعتها، يعني هنديكوا شوية مفاتيح كده بخصوص الموضوع ده. تعالوا نشوف. بندخل في متجر المطية يا شباب، وبيكون في قدامنا صناديق تسليح. صناديق تسليح بتشتريها 350 ثمرة، والثمار دي بتيجي طبعا من الشجر الغامضة كلكم عارفين. هندخل نفك الصناديق دي ونركبها داخل المطية. هنشترك كل الثمار اللي معانا الصناديق. تعالوا نشوف نفك شوية الصناديق دول. طبعا هو فيه هنا ببص كده ما لقيتش اي صناديق تاني، فندخل صناديق عشوائية، يعني ممكن يجيلك سرج، ممكن يجيلك حذاء، يعني انت وحظك. فطبعا جالنا تلاتة مختلفين، واحدة نجمتين وواحدة نجمة واحدة. ايه الفرق بين النجمتين والنجمة الواحدة؟ النجمتين بيبقى فيها ميزتين، والنجمة الواحدة بيبقى فيها ميزة واحدة. وكل طبعا ما زادت الميزات كانت القطعة التسليح افضل. فهنشيل القطعة الواحدة، القطعة اللي هي بنجمة واحدة، ونحط القطعة اللي نجمتين. والمناسبة لما بتيجي تستخدم متجر المطية في شراء قطعة تسليح، بيجي لك عشوائية، قطعة عشوائية، ويا اما نجمة يا اما نجمتين، مش ازيد من كده. طيب تعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه. ندخل لشباب نظبط المطية. وعلشان نظبط المطية طبعا دي شوية حاجات كده احنا كنا جبناها بالمرة، وحطينا لجام وحطينا شوية حاجات كده كويسة يعني. طيب اصول التسليح بالشرايح والمسامير. طب ايه الفرق بين الشرايح، او لما اجي ابدل بالشرايح، وايه الفرق لما اجي اشتغل بالمسامير في الاختيار الاول والاختيار التاني بالمسامير؟ هنوضح الكلام ده. تعالوا ندخل جوه المطية ونشوف. شوفوا دلوقتي انا دخلت جوه المطية، لقيت فيه حاجات زرقاء وحاجات بنفسجي وبتاع. انا هشتغل بالشرايح، انا احب اشتغل بالشرايح. ليه؟ لان الشرايح نسبة حظها بتكون، من وجهة نظري يعني، مش بقول لكم حاجة اساسية بس عن تجربتي يعني، الشرايح نسبة حظها بتكون اعلى، والشرايح ممكن تجيب لك ميزة لونها احمر مرة واحدة. لكن المسامير اللي هي بالاختيار التاني اللي انا معلم عليه ده، اخرها اصفر، اخرها ما تقدرش تجيب حاجة حمراء، لكن الشرايح ممكن تجيب حاجة حمراء، تغير البنفسجي دي لحاجة حمراء. طيب لو جيت غيرت بالمسامير في اول اختيار، مش ممكن تجيبها لك احمر، وممكن تجيب لك اصفر، وممكن تجيب لك كل الالوان، لكن الفرق ان هي بتغير نوع الميزة. يعني مثلا بتجيب لك الصحة، تخليها لك دفاع سحري، او الدفاع السحري يبقى صحة، او السحري يبقى جسدي كده. وحاجة كمان عايز اقول لكم عليها، المميزات الدفاعية ما بتتحولش لمميزات هجومية. يعني مثلا ما تجيش حاجة تدخل لي في حاجة صحة ماشي، وتقول انا هخلي الصحة هجوم بالمسامير، مستحيل هتمشي معاك. علشان تبقوا فاهمين، المميزات او القطع للتسليح بتاعت المميزات الهجومية غير قطع التسليح بتاعت المميزات الدفاعية. يعني انت عندك اربع قطع تسليح، عندك لجام وعندك سرج، دول بيجي فيهم مميزات هجوم، ايش عنصري هجوم الكلام ده. لكن الحارس والحذاء اللي هم ناحية اليمين، دول مميزاتهم دفاعية، يعني صحة، دفاع سحري، دفاع جسدي، مقاومة مش عارف ايه كده يعني. طيب ده تظبيط المطية، ودي الطريقة. انا عايز استفادة، يعني اكبر استفادة ممكنة، بمعنى ان انا معايا شوية شرايح هدخل اشتري من متجر الشجرة الغامضة واكمل بيها انا وحظي. يعني ممكن تيجي صفرة، ممكن تيجي بنفسجي، بس في النهاية ما سيبش حاجة زرقاء. يعني انا بدور ان انا ما سيبش اي حاجة زرقاء. يعني حاول على قدر الامكان ان انت ما تسيبش اي حاجة في المطية زرقاء. ادي اهو الشرايح جت صفرة، يعني نص دخل على الاحمر وخلاص قربت. ف650 ألف في ترك المطية حاجة مهمة جدا لازم تهتموا بيها. وأتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.